فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفيها قراءة دكا ودكاء، دكاء والمعنى واحد، سواه بالأرض، تساوى بالأرض، جبل كامل صار بالأرض، تساوى بالأرض، جعله دكا. هنا يقول وخر موسى صعقا، صعق موسى لما رأى الجبل صار هكذا، كيف لو تجلى الله لي؟ ماذا كان سيحدث لي إذا كان هذا الجبل صار دكا؟ فقال تبت إليك. تاب من ماذا؟ أولا أجمع أهل العلم أن موسى لم يفعل معصية في سؤاله أبدا، حتى يقول تبت، هو ما تاب من معصية، هذا أول شيء، أنه ما تاب من معصية صلوات ربي وسلامه. إذن تاب من ماذا؟ قال أهل العلم تبت من سؤالك مرة ثانية هذا السؤال، تبت أني سألت دون أن أستأذن، تبت خاشعا خاضعا لك يا رب، زيادة خضوع وزيادة خشوع، والإنسان محتاج أن يتوب إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعل شيئا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. لما أفاق، هذه الصعقة التي صعقها موسى وهي الغشي الذي وقع على موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة صعق الناس فأكون أول من يفيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى موسى ممسكا بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه كفي بصعقة الصور، يعني هذه الصعقة صارت كافية عن صعقة يوم القيامة. والعلم عند الله، إذا كان النبي لا يدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. قال فلما أفاق أي من غشيته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الطبري وغيره أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، لأن الله جل حجابه النور.